لكل من يعاني من العين، الحسد، السحر، سواء سحر الصور او المقابر او غير ذلك، والفلوس ديالو ما كيبانوش عليه، وصحته لور لور، وديما مشكل وديما مريض والمشاكل في الدار. عليك بهذا لا فيديو، هذا لاول مره غادي نتكلم على هذا الموضوع، ولاول مره غادي يتحط في القناه موضوع في غايه الاهميه. غادي تشوفوا العجب في هذا لا فيديو هذا، فقط تبعوا معايا، غادي نوضح لكم نقط اساسيه اللي كل شيء كيقلب عليها وكل شيء كيتسائل عليها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد. والموضوع ديال اليوم مهم بزاف بزاف بزاف، وتطلبوني اليه بزاف وستنيتو هادي شحال. اليوم غادي نتكلموا على واحد المشكل اللي تيعاني منه واحد الفئة كبيرة ديال الناس، كبار وصغار ورجال ونساء. اليوم غادي نتكلموا على واحد المشكل ديال السحر، الشعوذة، العين، الحسد. بزاف ديال الناس مراض في صحتهم، معكسالهم الامور، بزاف ديال الحاجات عندهم في حياتهم يعني مقلوبه سفها لها، لدرجه انها كتؤدي لواحد المشاكل اسريه ونفسيه كبيره بزاف، تتؤدي لشي مشاكل خايبه. بزاف اللي كيتواصلوا معايا على الخاص خصوصا في واتساب وانستغرام كيقولوا لي بان عندنا مشاكل في ضيق الرزق، عندنا مشاكل في هذه، لقينا في الباب هذه، وقعت لينا هذه. هنا لاش خصنا نلتجؤوا؟ نلتجؤوا للرقيه طبعا، نلتجؤوا للذكر، نلتجؤوا للصلاه، ودائما هذا الشيء انا تنشاركوا معكم وتنقولوا لكم. ولكن كاينين بعض الحاجات اللي دلنا فيهم ربي سبب يعني اننا نتشافوا بهم، او ان يعني الاخذ بالاسباب كما تنقولوا، انما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء لا شك فيه وسطروا عليه وما فيهش النقاش، لا اله الا الله وحده لا شريك له، يعني ما كاين حتى شي حاجه اخرى تقتلك او تحييك او تمرضك او تبريك من غير الله سبحانه وتعالى. ولكن تبقى كما قلت لكم الاخذ بالاسباب. مثلا فاش نقولوا الرقيه ونديروا فيها ورق السدر، هذا راه اخذ بالاسباب. فاش نقولوا للجيل العاشق نديروا الحلتيت، هذا اخذ بالاسباب. فاش نقولوا لعلاج السحر الماكول والمشروب نديروا الغسول، اخذ بالاسباب. يعني خلق لنا الله اعشاب، وخلق لنا الله حاجات ومعادن اللي فيها واحد الشفاء وواحد الرحمه لنا. كما خلق فيها الداء خلق فيها الدواء. طبعا ربي ما كيخلقش الداء حتى كيخلق الدواء، لانه رحيم بالعباد ديالو. هنا غادي نهضروا على بعض الناس اللي غادي يقولوا بان الدون او هذه الماده هذه اللي تتسمى الرصاص راها خطر او ماشي مزيانه او شعوذة او غير ذلك من الهضره، ما خفاكم، وغادي تلقاي هذا اللي غادي يكتب هكاك او اللي غادي يقول هكذا راه دايره. غادي نقول لكم بان القناه المعروفه الغنيه على التعريف ديال اسرار العارفين، هذاك السيد اللي فيها قال بان خاص الناس تعالج به، لان ما كايناش شي ايه او شي حديث كيحرم اننا نتعالجوا بالرصاص او الدون. هذه من هذه حاجه نهضروا على تجارب ديال الناس كيفاش كيحسوا بعد ما كيديروا هذا. كيحسوا طبعا بالراحه، ومزيان للناس اللي عندهم السحر ديال الصور، مزيان الناس اللي عندهم السحر ديال المقابر، مزيان الناس اللي عندهم العين والحسد وداك العيا وداك الثقل تيكون عندهم في الاجسام ديالهم. دونك الموضوع ديالنا ديال اليوم غادي يكون على هذا، ولكن راه فيه واحد الحاجه اللي هي حرام، حذاري من انكم ديروها. ماشي غادي نقولوا ما فيش علاج، كاين، والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم ما خلق الداء تخلق ليه الدواء، ودائما تبقى الاخذ بالاسباب تنقولها وتنعاودها. ولكن كاين واحد الحاجه كيديروها المشعوذات وتيديروها الناس اللي ماشي مزيانين، وتيقولوا بانها لا صالحه وكاينه، وانا غادي نوضحها لكم ان شاء الله في هذا الفيديو. يعني باش اننا نصوبوه ونديروه ضروري الاستعانه بالرقيه، وهذا الشيء هو اللي غادي نوريه لكم دابا، وضروري من بعض الشروط خصها تكون متوفره، وانا غادي نطبق معكم ان شاء الله الوصفه من اتل زيد، وغادي نوريكم شنو هي الحاجه التي لا يجوز ديروها. غادي نسرع لكم لا فيديو ان شاء الله، ما غاديش نعطلكم، ولكن راه كاين ما يتقال. شوفوا فاش كنكونوا كنهضروا على علاج بشي حاجه، راه ماشي غادي ندخلوا في الموضوع مباشره بدون مقدمات، لا ضروري من المقدمات باش انا تنعلمك في القناه ديالنا عالم ام ياسين. ماشي كنعطيك هذه زائد هذه تساوي هذه، تنعطيك كيفاش تصاوبها بوحدك. كما تيقول المثل، ما تعطينيش سمكه ولكن علمني كيفاش نصيدها. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ ولهذا تنبقى تنشرح وتنعاود باش الناس تتفهم كيفاش دير كل شيء وبوحدها. هنا غادي نقول لكم واحد الحاجه، وقبل ذلك غادي نطلب منكم اللايكات، لان الصراحه لو في كاينين ما غاديش نقول لا، ولكن ما كاينش اللايكات. علاش؟ الله اعلم. طالما كتفرج واعجبك لا فيديو برك على هذيك اللايك، راه ما خسرتي فيها حتى شي حاجه، لان تندير واحد المجهود كبير بزاف 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 باش كنجيب لك دائما الجديد والمفيد، وتنفكر فيكم في الاسره كامله. يعني تنعطيكم وصفات التجميل وعلاجات لكم والوليدات ديالكم، اذا اقل حاجه ديرها في حقي
هي انك تلايكي الفيديو وتبارطاجي القناه وتبارطاجي الفيديو مع الناس باش هكذا تتعم الفائده. غادي نتكلموا كما قلت لكم على واحد الحاجه اللي ما ديروهاش في الدون، هي انك تقرا دوك الحروف ودوك الرموز اللي تيكونوا بعد ما كنطفيو، وهذا تيدخل في الشرك وتيدخل في علم الغيب ما ان ما نديرو به. انت قلب انك تبرا، ما تقلبش على شي حاجه اخرى، شكون دار ليا وفين دار ليا ولا هذا، انهم كيطفيو انا غنوريكم وكيبقاو كيقولوا هذا جدول، لا هذه تصورات عين، لا هذا تصور جسد، لا هذه ابره، لا دار لك في خيط، لا هذا راه سبوب، هادشي راه ما كاينش. غير باش تفهموا هاد المعدن هذا راه مزيان، راه داخل في الصناعه ديال الاسلحه، السيارات، بزاف ديال الحاجات اللي كيخدموها به، يعني مزيانه نافعه للناس، حتى البخار ديالو والدخان ديالو مزيان للناس. ولكن باش غادي نبداو نقراو لا، عالم الغيب والشهاده هو الله سبحانه وتعالى ومن غيره كذاب. غير باش تفهم يعني مثلا ان ورق السدر مزيان اننا ندوشو به ونديرو به الرقيه، ولكن اننا نقراوه ونشكلوه حرام. باش تفهموا بغينا نتعالجوا ما بغيناش نشركوا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. ندوزوا مباشره لتطبيق الوصفه. غادي ناخذوا البنات هذا اللون، غادي نجيبوا واحد الكميه، وغادي مثلا ديالي هذه بوحدها راه ديالي اولا ديالك ولا ديال بنتك ولا الزوج ديالك، وغادي نشدوها وغادي نديروا لها بحال هكا كنشكلوها باش ترسل لنا في واحد الاناء اللي غادي يكون قديم. غادي نديروا لها بحال هكذا طبعا دائما بسم الله، وغادي نوريكم شنو غادي ديروا. يا بنات غادي نجيبوا واحد الاناء ديال النحاس بحال هكذا، اولا لما عندكش ديال النحاس غادي ديري اي معدن كان عندك في الدار، بلاستيك ولا زجاج لا، غادي تاخذوها البنات بحال هذا اولا اللي عندكم في الدار كما قلت لكم، وغادي ديروا فيه هذاك الطرف ديال اللون اللي جبنا. غادي تاخذي واحد الكميه اللي تكفاك، وراه غادي ديري غير مره انا غادي نفهمكم كلشي. غادي تقربوه من الفم ديالك بحال هكذا، وغادي تقرا عليه هادشي اللي غادي نقول لك دابا. اولا نقرا الصلاه على النبي 19 مره، هذه راه معروفه لانك دار يعني بدايه ديال كل رقيه وبدايه ديال كل علاج ضروري من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام 19 مرة. ثانيا بسم الله 19 مرة، ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. أنا غنكتبها لكم لتحت باش هكذا تقدروا تسجلوها وقولوها غير مرة واحدة. ثم غادي تقراو الإخلاص ثلاثة المرات، المعوذتين ثلاثة المرات، وآية الكرسي ثلاثة المرات إلا قدرتو سبعة سبعة سبعة، يكون أفضل وأحسن. ويكون كما قلت لكم هاد الإناء النحاسي أو المعدني اللي عندكم قربوه للفم ديالكم، وما تقراوش بصمت في الصدر ديالكم، قراو بالجهد. ثم غادي تحيدوه من هنا وغادي تجيبوا واحد الإناء قديم. غادي نجيبوا البنات هاد الإناء قديم، علاش؟ بحال هذا خاصو يكون عندنا في الدار التبريمات الا بغينا نغليوهم، الصبايغ ديال الشعر، العشوب، اي حاجه بغينا نديروها بحال هذا الشكل، ما غاديش نبقاو نخسروا كل مره اناء واحد وخلي خاص لهذا الشيء هذا على العموم، بحال هذاك اللي درنا فيه الفيتور كتبقى فيه الريحه او المريوه او غير ذلك. غادي ناخذوها البنات وغادي نشدوه نديرو فيه هذا الطرف هذا، نحلوه على الشكل ديال هذا غير باش ما يعطلناش، ما كاينش شي حاجه هنا يعني شرط، واخا ديريه حتى بحال هكذا ماشي مشكل، غير هو نسربيو باش ما يتعطلش لينا، هو في المره الاولى راه كيتعطل، تنتمنى تكونوا فهمتوني، تيتعطل باش انه يدوب تيوصل حتى نص ساعه و40 دقيقه، ما بين نص ساعه و40 دقيقه. غادي نديرو ليه بحال هكا وغادي نديروه فوق النار تكون متوسطه ونخليوه يغلي بشويه حتى كيدوب معنا، غادي نوريكم انا باقي المراحل. بحال هكذا اخواتي غادي تحطوه فوق النار حتى كيسخن الاناء شويه مزيان، راه مازال ما سخنش هانتوما شفتوا، قادره نشدو انا غير بيدي، وغادي نخليوه بعد ما تسخن هذا الاناء هذا غادي نشدو نقصو عليه العافيه شويه ونخليوه، راه غادي يولي شويه ديال البخار في المطبخ، حلو السراج ديالكم ونخليوه تيدوب. انا اون فوا يبدا يدوب غادي ندير معكم مقطع اخر باش تشوفوا كلشي ويجيكم داكشي ساهل ديروه بوحدكم بلا ما يبقى ينصب عليكم شي حد، وما تمشيوش عند الناس اللي تبقى تقراه وتشكل وشوفي العين قداش وشوفي هذه قداش، غير هضره. هذا البخار ديالو هو اللي مزيان للانسان، وديك الطاقه اللي فيه زوين هذا هو اللي كاين، لان من الصنع ديال ربي سبحانه وتعالى، بلا ما تدمجوه مع شي حاجه اخرى وخلطيه مع العشبه الفلانيه وديري ودي هادشي ما كاينش، الدون بوحدو كافي ان شاء الله باذن الله، فقط تكون نيه والنيه تكون خالصه لوجه الله تعالى، ويكون الاخذ والاسباب. انا تنقولها ان ربي هو اللي غادي يشافيك، تكون في النيه ديالك داخل ربي شافيني من سحر من عين من مس من اي حاجه كدرني يا ربي شافيني شفاء تام ان شاء الله باذن الله. صافي هكذا كيمشيو الامور، هو بدا كيدوب معنا البنات بدا كيطيح
انا غادي نرجع معكم دابا شويه. شوفوا بعد ما بدا كيذوب، شوفوا شوف دابا غادي نبداو نقصوا البوطه بشويه. ها هو دابا شفتوا ديك البلاكه اللي وريتكم في الاول، راه هي دابت. دابا غادي ندوزوا للمرحله الثانيه. كنجيبوا البنات واحد السطل يكون كبير ياك، وكنجيبوا هذا الاناء هذا كما قلت لكم ديال النحاس، يستحسن يكون هذا هكذا، وكنحطو هنا. الاشكال فين كاين؟ الاشكال في هذا الماء، ان هذا الماء خاصو يكون الماء ديال البئر ولا الماء ديال الشتاء يستحسن، واللي عنده الماء ديال زمزم هنيئا له. نقول لك عندك الماء ديال زمزم مزيان، ما عندكش غادي يكون ديال الشتاء، ما عندكش غادي يكون ديال البئر، وراه ديال الماء ديال المطر هو الاسهل انك توفر عليه بسهوله، يعني ما فيهش عناء ولا شي حاجه. باش تكون الشتاء جمعوا الماء ديالها، ما لقيتيش غادي تستعمل الماء العادي، ولكن يستحسن المياه اللي ذكرت قبل قليل. فاش كنحطوا هذا الوسط غادي نعمروه بالماء، ماشي نعمروه، غادي نديروا ليه غير النص ديال الماء هنايا وغادي نرجع معاه. ها هو البنات شوفوا، ها هو سخون، باقي سخون بحال هكذا. كنحلوا الرجل بحال هكذا لهذاك الانسان اللي هو مريض، وكنكبوه ما تخافيش منه. بسم الله بسم الله، اللهم يا شافي شفينا يا رب العالمين. شفتوا البنات واحد الحاجه غادي نقولها لكم نسيت ما قلتهاش لكم البنات، هي ها نتوما شوفوا البخار ديالو هو اللي مهم هنا في العمليه كامله. واحد الحاجه اللي نسيت ما قلتهاش لكم هي اذا كنتي دايره شي عقده حليها، مثلا السلسله، السمطه، الباندا ديال الشعر، حلي كاع العقد اللي كاينين في الجسد ديالك باش تبخري. ها نتوما البنات هو راه باقي سخون وكيتشكل هنا. الغلط هو اننا نبداو نقراوه، هذا بشر، هذا سبوب، هذا حرس، هذا سحر، هذا حرام، يعني بلا ما تقراه صافي. هذا غادي تشدوه بحال هكذا وغادي نرجعوه لنفس الاناء، وغادي نعاودوا العمليه 7 مرات او 3 مرات. يستحسن ان هذا الشيء هذا ديروه نهار الخميس صافي، نهار الخميس اللي ديروا هذا الشيء. انتم شوفوا كاع هذا الشيء اللي طاح منه غادي نردوه، كل الشيء اللي طاح غادي نردوه، ما تخافوش انكم تحطوا لانه هو كيوصل الماء صافي تيتشكل اوتوماتيكمون صافي. وغادي نبقاو تنكرروا العمليه كما قلت لكم 3 أو 7 المرات. هذيك الهضره ديال ديروه مع وقفه الجمعه مع هذه، لا لا صافي، الخميس ولا الجمعه ولا السبت ديروه يستحسن صافي. غادي نستمروا بحال هكا البنات، ونطفيه ونعاودوا نطفيه من بعد هذا الماء هذا فين غادي نتخلصوا منه باش ما نطولش لا فيديو. غادي تشدوا غادي تخلطوا منه، تخلصوا منه بواحد البلاصه اللي ما كيتخطاش بنادم صافي، ان هذا محيد فيه سحر، محيد فيه عين، محيد فيه بزاف ديال المشاكل. غادي تحاولوا انكم تخلصوا منه في شي مكان اللي ما يضرش الناس الاخرين يبقاو كيتخطوه، لوحوه في شي بلاصه ما فيهاش البشر صافي. كنتمنى يكون مفهوم بالنسبه لهذا صافي، تخلصوا منه لوحوه حاشاكم في قمامة، يعني ما عندكمش فيه مشكل، هذا سالينا منه. بغيتي تعاوديه غادي تعاوديه بعد فتره ديال 3 شهور او 6 شهور او حسب الحاجه. على العموم راه هو من المره الاولى كتحسي بتغيير في صحتك، وكتحسي بان الامور ديالك الحمد لله بجهد الله سبحانه وتعالى بدات كتيسر. اثناء العمليه يستحسن انكم تقراو القران اللي عرفتوه واللي حافظينه واللي قارينه، حفظوا قولوا خدموا القران حداكم، وتكون نيه خالصه لوجه الله بقلب صافي بان الله هو الشافي ماشي شي حاجه اخرى. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، الله اكبر، الحمد لله، ولا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله، ما تنساوش اللايك.